اهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. الحقيقة يا جماعة انا كنت مستني النهار يطلع كده، علشان من امبارح وانا مش عارف انام بسبب موقف غريب جدا وتصريح اغرب. موقف غريب وتصريح اغرب. رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل امبارح، او اجتماع السوشيال ميديا كما بيسميه، يعني قال على الجماهير، جماهير نادي الزمالك اللي كانت موجودة في المدرجات كلام غريب، وجمهور نادي الزمالك اللي مش فاكر يعني اللقطة الشهيرة كان لابس اسود، كان لابس اسود على حال نادي الزمالك. وده كان تعليق، لان انا هرد على الكلام ده، كان تعليق رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور على الجماهير اللي كانت موجودة امبارح، وده الوصف بتاعه. تعالوا نسمع بس قال ايه، عشان عايز اعلق تعليق مهم. ركز بقى. هم دول اللي هيلاعبوا الزمالك، هم دول. فالراجل جه وسامع وانت قاعد وانت عمال بتصفر ولا قاعدين، قال لا انا مش هكمل. ليه؟ قال لا انا ما اقدرش على الكلام ده، ده انا كسبان فيوتشر الاول ولا الثاني واتشتت في المدرجات. هم دول اللي هيلاعبوا الزمالك اللي كانوا موجودين النهارده، وامثال اللي خلصوا على محمود علاء، واللي خلصوا على وباء، واللي خلصوا على زكريا الورد، واللي واخدنا واحد واحد. انتوا مش اوصياء على النادي، وعشان كده لن تروا خلقه الولاد دول تاني في انا هسمع مدرجات. للاخر عشان ارد. الزمالك ابيض خط الحمر، الاسود ده الناس عند امك، هناك مش عندنا، مش عندي. سقفوا 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 بيسقفوا. ورينا تخش النادي، هتخش المدرج ازاي؟ لابس اسود وعمال تشرف في اللعيبه. يا لا سخرية القدر، يا لا سخرية القدر. تعرف الأستاذ مرتضى منصور بيتكلم على مين؟ بيتكلم على جمهور الزمالك اللي كان بيعبر على غضبه في ماتش هو حزين بسبب حال الزمالك، وكلنا لابسين أسود. اللي مش لابس أسود بره لابس أسود جوه، اللي مش لابس أسود بره لابس أسود جوه تاني. جمهور الزمالك اللي قاعد في المدرج ومستحمل كل اللي حصل في نادي الزمالك على مدار الفترة اللي فاتت بيعبر عن حزنه في المدرجات وعامل ايموجي. معلش يا جماعة انا حاول امسك نفسي. ده الجمهور اللي مش عاجب الاستاذ مرتضى منصور. اسمعوا كلامه. هما دول رغم قلة عددهم ورغم خروج رغم قلة عددهم ورغم خروج نادي الزمالك من البطولة الإفريقية، حضروا وعملوا ايموجي ولابسين اسود حزنا على حال الزمالك زي ما بيحصل في كل العالم. انا من الناس اللي طلبت ان الجمهور يلبس اسود، وحصل مع جمهور الرجاء وفي اي مكان في الدنيا، ولكن الاستاذ مرتضى منصور بيقول عليهم انه مش هم دول الجمهور، هم مش دول اللي بيهدوا نادي الزمالك. امال الاخ بقى الاخ التاني ده مين؟ العدو الفاسد عندنا اللي بتقاموا، اقعدوا تعتبوا على الاهلي وانتوا كل حاجه الاهلي وشركات رعايه مخالفات احمد محمد عيني والزمالك ابع موت. اسمع، ما تسمعوا تاني. دي النوعية اللي السيد المستشار مرتضى منصور شايف ان ده المشجع الزملكاوي. يعني التانيين مش جماهير والتانيين بيهدوا في الزمالك، دول بقى اللي بيطوروا الزمالك، صح؟ دول اللي بيطوروا الزمالك، دول النماذج لجماهير الزمالك اللي ترفع من نادي الزمالك وتطوره، صح كده؟ هيبقى تمشي يا جماعة، ماشي عكس، ماشي عكس كل دعم لجمهور الزمالك العظيم الاسود اللي كانوا في المدرج، ومحدش يقدر يمنع جمهور الزمالك المحترم اللي ما عملش حاجه غير انه بيعبر عن رايه. جمهور لابس اسود، ومال حضرتك يلبس اسود ولا يلبس بنفسجي؟ هو بيعبر عن غضبه، يعني يبقى حضرتك والزمن على جماهير الزمالك
ما يلبس اسود، ما يعبر عن غضبه، ما يعمل اغضبني ولا يعمل متضايق، ما تسيبه براحته. دول اللي اتمنعوا من دخول المدرج، ودول اللي عم نازلين تطاول في الاهلي وهنا وهنا، وعاملين صوره سيئه، وعامل يقول لك هلال 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 جوه النادي. نادي الزمالك المفروض، نادي الزمالك، وركز من حاجه، ده بيطلع ابطال، بيطلع بطل سباحه، بيطلع بطل جودو، بيطلع بطل معرفش ايه، وبطل قدم ويد، واطفال تتعلم الاخلاق، لده نادي الرياضه اخلاق، يسمعوا التطاول بالشكل ده، ويبقى فيه تناحر ما بين القطبين وما بين المصريين بينهم من بعض، يتعلموا الكلام ده جوه النادي. ودي الصوره اللي تتقدم لنشأ في وسط نادي مش ملك حضرتك ولا ملك غيرك، ملك الدوله والجمهور. دي النماذج اللي حضرتك عايزها، وترفض النماذج بتاعت الجماهير اللي لابسه اسود حزنا على اداء فريقها. ايه المشكله لما يلبسوا اسود؟ ايه اللي يضايق؟ كل الحب والدعم لجمهور نادي الزمالك وجمهور واسود الثالثه يمين، من قلبي كل الحب معاكم. انا مش شايف، اللي شايف ان اللبس الاسود بيضايق يجي يقول لي. دول الناس، دول جمهور المدرج، دول جمهور المخلص، اهم حاجه الجمهور اللي مش بتطاول. التطاول شفنا طالع من مين، انا مش عارف، ده بقى غلط وده بقى صح، والصح بقى غلط والغلط بقى صح، انا مش فاهم حاجه. الاهم عندي رجاله ان كل الدعم، وانا بقلبي معاكم، اجمل واجدع جماهير في الدنيا كلها. يلا مش هقول اكتر من كده عشان الواحد ما ايه ما يطلعش كلام من عنده. سلام عليكم.